غسان سلامة يعلن عن عرض خطة عمل بشأن ليبيا في 20 سبتمبر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. أستانا 6 يختتم أعماله بالاتفاق على مناطق جديدة لخفض التصعيد في سوريا من بينها إدلب. داعش يتبنى تفجير مترو لندن وماي ترفع حالة التأهب بالعاصمة البريطانية. أخبار من أونلاين. أهلا بك رغدة وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي ترامب سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء المقبل في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح البيت الأبيض أن الجانبان سيبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد كافة. كما أشار البيت الأبيض إلى أن ترامب سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع زعماء العالم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، من بينهم الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني ورئيس السلطة الفلسطينية ورئيسة الوزراء البريطانية. أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن عرض خطة عمل بشأن ليبيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر الجاري. وقال سلامة إن الخطة تبدأ بتعديل الاتفاق السياسي وتشمل مراحل انتقالية عدة تنتهي بانتخابات واسعة. وأشاد المبعوث الأممي بقدرة الليبيين على محاربة الإرهاب والإرهابيين، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستدعو جميع الأطراف السياسية في ليبيا إلى إعادة توحيد المؤسسات. مشاهدينا ننتقل بكم إلى الولايات المتحدة ورئيس ترامب وقاعدة أندروس الجوية. القاعدة الأمريكية الجوية أندروس إن القوات الجوية الأمريكية تواجه دائما صعابا على هذه الأرض. وقبل أن أبدأ أود أن أقول أن عقولنا وقلوبنا تؤيد وتدعم ما حدث في لندن اليوم مع البريطانيين، وأنا أبعث برسالة إلى السيدة تريزا ماي بأننا نقف معكم دائما ضد هذا الإرهاب الأسود من أجل اقتلاع جذوره. هذا التطرف الإرهابي سيتم التخلص منه آجلا أم عاجلا. الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لن تثنيهم أي إرهاب، وسيدافعون عن أمتهم بكل قوة من كل أولئك الذين يتجرؤون على ويعتدون على حياتنا وطريقة حياتنا. مرة سنواجه كل هذه التحديات في كافة أرجاء العالم، وعندما تظهرون قوتكم التي أراها اليوم فأنا على يقين وثقة مطلقة في هذه القوات المسلحة الأمريكية والقوات الجوية، وهي قوة مسيطرة وقوة جبارة تستطيع حماية الولايات المتحدة ومواجهة كل التحديات. أرى دائما الأمريكيين أقوياء ومتحدين دائما. نحن سنساعد الأمريكيين وحلفائنا وكل المجتمعات داخليا وخارجيا، لأن القوة الأمريكية دائما موجودة ومتحدة. نحن نعتمد دائما على الشجعان، وكل خطوة وكل نخطوها وكل قوة أمريكية يتم نشرها في
أي مكان في العالم من أجل حماية هذا الوطن. إلى كل أسرة، لكل رجل وامرأة يرتدون هذا الزي، نحن نشكركم من أعماق قلوبنا على أعمالكم وما تقدمونه للولايات المتحدة من تضحيات. أنا كنت مشتاقا لأنضم إليكم اليوم لكي ألتقي بكم، ومنذ 70 عاما ومنذ إنشاء القوات الأمريكية الجوية الأمريكية، بعد مرور 70 عاما من إنشائها، نحن نحتفل بعد مرور 70 عاما على إنشاء القوات الجوية الأمريكية، أولئك الأبطال، 70 عاما من الانتصارات. أود أن أشكر كل عائلات هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن. نحن نحبكم، نحن نقدر كل ما فعلتموه لهذا الوطن. بعد مرور 70 عاما على القوات الجوية الأمريكية، فنحن نسعى دائما لتحقيق الاستقرار والأمن في كافة أرجاء العالم، وإبعاد كل الشرور وكل الإرهاب عن الولايات المتحدة وحماية الوطن. وأيضا نمد يد العون لأصدقائنا في كل أنحاء العالم، ثم نقرر في النهاية أننا قوة تقدم الدعم دائما وتحمي أراضيها وترسل دائما وتحقق العدالة، وكل من يسعى لتهديد هذا الوطن سنقدمه للعدالة بكل قوة ودون تردد. نحن نمتلك القوة من أجل، ونمتلك السلاح، ونمتلك كل الإمكانيات العسكرية بأشكالها المختلفة، وأنا قدرات كبيرة لا أعلم أي منها أفضله الآن، ولكن المجال الجوي الأمريكي يحميه أولئك النسور وهؤلاء الشجعان. وعندما يفكر لحظة أعدائنا في المساس بتراب هذا الوطن، فسيعلمون قوة الجيش الأمريكي وقوة القوات الجوية الأمريكية. ومنذ عام 1947 ومنذ إنشاء القوات الجوية الأمريكية، ونحن نحقق انتصارات كبيرة، ومنذ الحرب العالمية الثانية إننا نسعى الآن إلى إعطاء حياة إلى القضاء على كل التهديدات ومواجهة كل الإرهاب. نحن نسعى إلى دولة كالولايات المتحدة تحمي السلام دائما، تقدم الدعم دائما، وفي تلك اللحظات والأوقات العصيبة من الإرهاب. فلدينا قوة عسكرية ورجال شجعان وأقوياء يحمون هذا الوطن. ومنذ هذه اللحظة فإن الولايات المتحدة تمتلك وسيطرت على الجو وعلى الفضاء في كافة أرجاء العالم. نحن لدينا القوة والسيادة الجوية على أرجاء الوطن داخليا وخارجيا. From the Berlin airlift, through the gauntlet of Mig Alley, to the skies above the jungles of Southeast Asia, and the وفي كافة أرجاء العالم، سواء في الصحراء الشرق الأوسط وفي شرق آسيا وفي كل أرجاء العالم، أظهرت القوات الجوية الأمريكية قدراتها الفائقة والتزامها دائما بمهامها بنجاح. نحن نعلم أننا نمتلك أقوى سلاحا جويا في العالم. هذه القوة لم تخسر حربا، ولكن دائما تسعى من أجل تقوية هذا الوطن وحماية أراضيه ومصالحه خارجياً.
تلعب القوات الجوية الأمريكية دورا كبيرا وهاما دائما في الولايات المتحدة. وأنا وكلمتي دائما إلى رئيس هيئة الأركان أن هذه القوة الجبارة قوة نقدم لها الدعم دائما من أجل إعادة قوة وإعادة بناء القوات المسلحة الأمريكية، ونحن نبني قواتنا دائما. Congress took an important step this year by heeding my call for a $20 billion increase in defense spending, and we're going. لقد وافق الكونغرس في هذا العام على التصديق على مبلغ 22 مليار من أجل دعم قواتنا المسلحة وبناء قدراتها أكثر وتطورها بصورة أفضل، وهذا أمر لا رجعة فيه. وسأتحدث إليكم بأن هذه المليارات سيتم استخدامها من أجل توفير الأسلحة والمعدات المتقدمة التي لا قبل لأحد بها في العالم، والتي لا يمتلكها هذه التكنولوجيا أي دولة في العالم سوى الولايات المتحدة الأمريكية. وأقولها مرة ثانية، لن يستطيع أحد الاقتراب من الولايات المتحدة الأمريكية. إن قواتنا المسلحة ستستمر دائما وخلال 26 عاما الماضية في تحديثها وفي قوتها ومنذ التسعينات، ولدينا أكثر من نصف المقاتلين الأمريكيين خارجيا وخبراتهم المتراكمة، ولديهم القدرات من أجل الدفاع عن الولايات المتحدة. سنعطي القوات المسلحة كل ما تحتاجه من موارد ومن أسلحة ومن معدات لحماية مصالح الولايات المتحدة داخليا وخارجيا، وهذا ما نفعله الآن. كل منكم اليوم يؤدي واجبه بقوة، وعلى الحكومة أن توفي بواجباتها نحوكم دائما كل ما تحتاجونه. سنجدد التزاماتنا دائما لكل الأبطال والمقاتلين والشعب الأمريكي بأننا سنحافظ على الولايات المتحدة وعلى أراضيها، وسنساعد كل الأجيال القادمة أن تعيش في سلام على أرضها في الولايات المتحدة. الأطفال والنساء والرجال، كل أولئك الأبطال سيستمرون في حمايتكم، ونقدم لهم كل الدعم من أجل إحداث هذا التطور الذي نسعى إليه. بدونكم لا يستطيع الشعب وهذه الدولة أن تقف على قدميها دون قوة رادعة تحميها مثلكم. إن هذه الشجاعة وهذه الجسارة والقوة التي تظهرونها دائما ستظل دائما هي الروح الأمريكية التي تحمي شعبها وتتحدى كل الإرهاب وكل التحديات. إن القوة الجوية الأمريكية، تلك الأسطورة، ستظل دائما قوة. سيظل الطيارين قوة مقاتلة لا يستطيع أن يقف في وجهها أي معتدي على الإطلاق. أنتم مثال الثقة، أنتم مثالا للقوة والجسارة، وأنتم دعما لهذه الدولة، أليس كذلك؟ وعندما أنظر إلى أولئك الأبطال ورائي فهم دائما يعطونني هذا الأمل بأننا دائما إلى الأمام. هناك شيء آخر أود أن أقوله هنا، بأننا لدينا رغبة
من أجل رغبة قوية من أجل قوة أمريكا ومواجهة كل التحديات والعقبات التي تواجه الولايات المتحدة من أجل الانتصار دائما. نحن نحب هذه البلد ولدينا رغبة قوية في قلوبنا وفي دمائنا بأن الولايات المتحدة وهذا الوطن يجري حب الوطن في دمائنا. هذا الوطن بكل أرواده وبكل قواته وبرجاله، فإننا سنستمر دائما في مواجهة كل التحديات وتحقيق النجاح، تحقيق القوة الأمريكية، وسنعطي دائما القوة لهذا العالم. وسيكون هناك غد قوي لهذه البلد. نحن نتطلع دائما لبناء غد أكثر إشراقا بأيدي الأمريكيين دائما، وأن ما دامت هناك القوات الجوية فنحن نسيطر على السماء. وهذا هو السبب أن القوات الجوية الأمريكية ستظل دائما هي الروح التي تعطي القوة والإلهام لكل الأمريكيين والعسكريين والقوات المسلحة. إن ميلاد القوة الجوية الأمريكية هو السلاح الرادع الذي يحمي هذه الدولة وهذه الأمة تحت هذا العلم والقوة التي يتمتعون بها في كل مكان في العالم. أنا أتحدث ولدينا قوات عسكرية ولدينا قوة جوية أسطورية في العالم، يعلمها الجميع ويعلم مدى قوة الولايات المتحدة ومدى الأبطال وقوة أولئك الأبطال من الطيارين وكل عناصر القوات الجوية، وأن لديهم حب ولديهم جهودا جبارة وتكريس لحياتهم وإخلاص من أجل هذا الوطن. هؤلاء الأبطال يتحركون دائما ويقومون بقيادة طائراتهم عبر الحدود وعبر المحيطات في كل مكان من أجل هذا الوطن. كل من يستخدم مظلته من أجل إسقاط في موقع ما تحمله دائما القوات الجوية، ونحن هذا واجب نعمل دائما على إنجاحه. هناك الدعوة التي تأتي دائما من أجل تحقيق مهامهم، دعوة الوطن دائما وتكريس الجهود دائما، وحب الوطن هو دائما الهدف الأسمى لكل العسكريين وكل عناصر القوات الجوية على مدار 70 عاما حققت فيها كل البطولات وكل النجاح دائما. هذه التحديات التي يواجهونها دائما يتغلب عليها أولئك الأبطال دائما من أجل وطنهم. إن الشعب الأمريكي يممتن ويشكر، لديه امتنان كبير لقواته المسلحة وأيضا إلى قواته الجوية، هذا الجناح الطائر، هذا الجناح الذي يحمي هذا الوطن. وأنا إذن كان هذا جانبا من كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من القاعدة الجوية الأمريكية، قاعدة أندروز في ولاية ماريلاند التي قد تقع بالقرب من واشنطن، وبمناسبة الاحتفال بمرور 70 عاما على إنشاء القوات الجوية الأمريكية التي أنشأت عام 1947، والذي بدأ في هذه الكلمة كثيرا الرئيس دونالد ترامب فخورا بكون القوات الجوية الأمريكية هي أقوى قوات جوية على مستوى العالم. تحدث عن التحديات والمخاطر التي تواجه الولايات المتحدة، تحدث عن شجاعة وبسالة الجنود الأمريكيين، وقدم لهم الشكر مثمنا التضحيات التي تقدمها القوات المسلحة الأمريكية وسلاح الجو الأمريكي وعائلاتهم في مواجهة التحديات المختلفة. تحدث أيضا عن تخصيص الكونغرس ل 22 مليار دولار أمريكي في الميزانية الأمريكية لتقديم كل الدعم من
من أسلحة ومن كل المعدات التي تحتاجها القوات الجوية الأمريكية لمواجهة التحديات سواء داخل أراضيها أو خارجها. نعود لاستكمال هذه النشرة، حيث شهدت العاصمة البريطانية اليوم عملية إرهابية حيث أصيب 29 شخصا في تفجير تبناه تنظيم داعش استهدف محطة مترو بارسونز جرين، فيما رفعت الحكومة البريطانية مستوى التأهب الأمني في البلاد بعد الحادث. من جديد يضرب الإرهاب قلب أوروبا، إذ تعرضت لندن لهجوم في 8 من صباح الجمعة استهدف محطة مترو أنفاق جنوبي غرب العاصمة بواسطة عبوة يدوية الصنع تسببت في إصابة 29 شخصا. الهجوم الذي وقع في محطة مترو بارسونز جرين أدى إلى خروج جزء من شبكة الأنفاق عن العمل، واعتبرته السلطات الأمنية البريطانية عملا إرهابيا. الاعتداء يأتي في أجواء من التهديدات الإرهابية في بريطانيا بعد موجة اعتداءات تبناها تنظيم داعش في الأشهر الأخيرة في بريطانيا. كما ذكرت، في الساعة 8:20 صباح اليوم في محطة بارسون جرين وقع انفجار في عربة قطار وحضرت الشرطة. توصلنا الآن إلى أن هذا الانفجار جراء عبوة ناسفة يدوية الصلع، وتقدر الإصابات حتى اللحظة بحوالي 18 إصابة معظمها حروق جلدية. الإصابات إن لم تكن خطيرة حسب ما أعلنت هيئة الإسعاف البريطانية، إلا أن الحادث يشير إلى مخاوف عدة من تمكن الجماعات الإرهابية من الوصول إلى قلب لندن من جديد، والتي تعرضت إلى حوادث إرهابية عدة هذا العام، كان أبرزها تفجير انتحاري بقاعة احتفالات بمانشستر أودى بحياة 22 قتيلا، إضافة إلى حادث دهس على جسر لندن أودى بحياة 7 أشخاص. تحد جديد تواجهه الحكومة البريطانية الحالية بقيادة تريزا مي، والتي تواجه انتقادات داخلية بسبب الأحداث الإرهابية، علاوة على ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يضعها في موقف حرج قبل الانتخابات المقبلة. للمزيد في هذا الشأن معنا هاتفيا من لندن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد سعدون. دكتور أهلا بك. يعني تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن هذا الحادث في لندن، كيف ترى تعاطي السلطات الأمنية في بريطانيا مع التهديدات الإرهابية وكذلك الخطوات الاحترازية لتصدي لهذه الهجمات؟ مساء الخير وشكرا لحضرتك ولقناة أونلايف على الاستضافة. طبعا من دون شك الأمر محزن ومؤلم أنه يضرب الآن مرة أخرى الإرهاب مجددا العاصمة البريطانية لندن. العملية خطط لها وتدبر لها بليل، ليست العملية كانت عفوية، كان مخطط لها لإيقاع أكبر عدد من الإصابات. القنبلة صنعت صنع محلي، وكانت وحتى لقناتكم الكريمة أنه عثرت، وهذا الخبر منسوب إلى الشرطة البريطانية سكوتلاند يارد، أنه عثرت على قنبلة خارج المحطة كانت معدة للتبذير وتم تفخيخها وتم إنهائها، يعني السيطرة عليها. بالنهاية العمل قام الدولة الإسلامية اللي هم اللا إسلامية داعش أعلنوا عن مسؤوليتهم عن العملية. الشرطة البريطانية حتى للمشاهد الكريم والمستمع الكريم على أنه هم تحت الآن شخص تحت المتابعة، لأنه تم عن طريق CCTV الكاميرات الموجودة كانت قد رصدت تحركاته، والآن هو تحت المراقبة وكان إلقاء القبر عليه في أي لحظة. في نفس الوقت حصل استنفار كبير في محطات، حتى أنا قبل 3 ساعات عدت من العمل كان هناك احترازات أمنية وتحوطات أمنية على كافة محطات المترو في لندن. في نفس الوقت هناك وعي حقيقي للمواطن البريطاني والمواطن العربي والمقيم بمساعدة الشرطة البريطانية لأي شيء يعني يثير الريبة، إن كانت يعني حقيبة أو بس. هو السؤال المطروح اللي يطرح نفسه حقيقة بكل أمانة على أنه التنظيم يحاول أن يعطي رسالة بطريقة مباشرة وغير مباشرة أنه هو موجود على الأرض
وإن كان ضرب أي هدف في الوقت والمكان المناسب. هذا صحيح دكتور أحمد، وأيضا هناك تغير في تفكير الجماعات الإرهابية في استخدام الدهس والطعن كأدوات لتنفيذ العمليات الإجرامية بين حين وآخر، الأمر الذي يستحيل توقع مكان وتوقيت تنفيذ هذه العمليات. ما هي رؤية حضراتكم لضرورة وضع استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب ليس فقط في بريطانيا ولكن الدول المعرضة للإرهاب؟ طبعا يعني الشرطة البريطانية بتعاون دولي مع 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 الشرطة مع دول الاتحاد الأوروبي، كانت فرنسا، بلجيكا، سويسرا، ألمانيا، الدول التي حقيقة أسبانيا تحديدا اللي دخل الإرهاب في عمق مدنها، وهناك بصمة مؤلمة وضحايا أبرياء نتيجة هذا الأعمال الإرهابية. هناك لابد أن يكون هناك تعاون حقيقي لاستئصال بؤرة ومصدر الإرهاب والتمويل، لأنه ما ممكن أن يعملون هؤلاء الإرهابيين تلك الذئاب المفترسة الخلايا من دون دعم ما يسمى لوجستي ومادي، وفي نفس الوقت هم ما يسمى بغسل برين ووش أي غسيل الأزمنة. لأنه حتى لما قناتكم الكريمة كثير من قادة التنظيم هم من أصول عربية إسلامية لكن يحملون الجنسية البريطانية ويتواجدون الآن في الرقة أو في جور الزور أو في العراق، لذلك اللي يقومون بهذه الأعمال هم يتلقون حتى تعليمات هم من خارج بريطانيا وليس من داخلها. نعم، إذا هو التعاون أساس أي استراتيجية يجب أن توضع للدول المعرضة للإرهاب. المحلل السياسي الدكتور أحمد سعدون، شكرا جزيلا لك. وقد أدانت مصر التفجير الإرهابي الذي وقع بإحدى محطات مترو الأنفاق غرب لندن، وجددت وزارة الخارجية في بيان لها تأكيدها على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية من أجل القضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره، فضلا عن أن أهمية القصوى للتعامل مع تلك الظاهرة من منظور شامل لضمان محاصرة التنظيمات الإرهابية من جميع النواحي الفكرية والمالية والتنظيمية. وأعربت الخارجية عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة تضامن مصر الكاملة مع الحكومة والشعب البريطانيين في مواجهة الإرهاب. وفي الولايات المتحدة ندد الرئيس ترامب بالهجوم وحث السلطات في لندن على اتخاذ إجراءات استباقية كتشديد الرقابة على استخدام الجماعات الإرهابية للإنترنت. وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن هجوم لندن نفذه إرهابي فاشل، وأوضح أنه يجب التعامل مع التنظيمات الإرهابية كداعش بطريقة أكثر صرامة. ونعود إلى الملف الليبي ونذكر بما أعلنه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن عرض خطة عمل بشأن ليبيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر الجاري. وقال سلامة إن الخطة تبدأ بتعديل الاتفاق السياسي وتشمل مراحل انتقالية عدة تنتهي بانتخابات واسعة. وأشاد المبعوث الأممي بقدرة الليبيين على محاربة الإرهاب والإرهابيين، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف السياسية في ليبيا إلى إعادة توحيد المؤسسات. للمزيد في هذا الشأن ينضم إلي هاتفيا الكاتب والإعلامي السيد محمد السلاك. السيد محمد، أهلا بك معنا في أون لايف. إذن هل يفعل غسان سلامة هذه المرة بعد كل الجولات المكوكية واللقاءات التي أجراها طوال الفترة الماضية سواء مع كافة الفرقاء الليبيين أو مع كل الأطراف الدولية، وكان آخرها اجتماع اللجنة السداسية في لندن، إذن بما يذهب غسان سلامة هذه المرة للجمعية ولا أهم البنود التي تتضمنها خطة العمل الخاصة به؟ مساء الخير وتحية طيبة لك ولكل مشاهدين أون لايف. أتصور أن المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا السيد غسان سلامة يتحرك بآلية مختلفة، ويعني يتعاطى مع المشهد بشكل مغاير عما كان عليه سابقيه، وبالتالي نحن نتفائل هذه الخطوات وبالتسلسل المنطقي الذي أشار إليه السيد سلامة. يعني سبق وأن اجتمعنا معه وكنت أنا من ضمن المجموعة التي التقت به في القاهرة منتصف أغسطس، وأشار إلى ملامح هذه الخطة التي تحدث التي تبلورت، يبدو أنها تبلورت الآن، والتي تعتمد على التسلسل المنطقي، تبدأ بتعديل الاتفاق السياسي
وتنتقل بعد ذلك إلى مسألة الدستور الاستحقاق الدستوري. نحن لدينا إشكالية متعلقة بالدستور. إذا أردنا أن نصل إلى الخطوة الثالثة التي أوردها هو في الخطة وهي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فلا بد من المرور بخطوة الاستحقاق الدستوري. نحن الآن ليس هناك سند لهذه الانتخابات، سند دستوري هنا أقصد. ليس لدينا إلا الإعلان الدستوري المؤقت، وهذا لا يوجد به ما يشير إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وبالتالي هنا تتطلب المسألة تعديلا دستوريا، وهذا يتطلب بدوره أغلبية في البرلمان، يتطلب يعني آلية معينة تعتمد على جلسة مكتملة الأركان، أغلبية أعتقد الثلث وثلث زائد واحد، أو أن ينجز الدستور وتعتمد الوثيقة التي تم تجميدها بناء على حكم محكمة استئناف البيضاء، وهذه إشكالية أخرى. طيب. يعني قبل هذا طبعا بالتأكيد هو يتحدث عن المسار السياسي. المسار السياسي مهم جدا وقطعت فيه خطوات جيدة، صحيح، على الرغم من حالة الجمود التي تعتري المشهد، وهذا طبيعي في ظل حالة الاستقطاب والانقسام السياسي. نعم. ورغبة بعض الأطراف بعرقلة المسار السياسي. طيب، بخصوص المسار السياسي سيد محمد، يعني هل ينبغي على السيد غسان سلامة أن يسابق الزمن، لأن الفترة الانتقالية التي سمح بها اتفاق السخيرات من المفترض أن تنتهي في 17 ديسمبر، وما زال هناك أيضا خلاف بخصوص المادة 8 في اتفاق السخيرات، يعني كيف سيتعامل غسان سلامة مع هذه التحديات وإنجاز التعبير بأنها تبدو أنها الغام في الحالة السياسية الليبية؟ نعم، عمل الوقت مهم جدا. قبل أن نصل إلى 17 ديسمبر من هذا العام، من العام الجاري، لابد وأن يكون هناك تعديل لاتفاق السخيرات يسمح باستمرار الاتفاق والأجسام المنبثقة عن الاتفاق أيضا. صحيح. هذا الأمر بات ضرورة ملحة، وأنا أريد أن أعود، وأنا أعود في كل مرة دائما إلى إعلان القاهرة في 13 ديسمبر الذي لخص التعديلات المطلوبة وتوافقت عليها أغلب الأطراف، يعني أغلب الأطراف الفاعلة توافقت حول التعديلات الأربعة المتعلقة بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي بحيث يصبح رئيس ونائبين، إعادة تشكيل مجلس الدولة أيضا ليشارك فيه أعضاء من المؤتمر الوطني العام، صحيحي العضوية الذين انتخبوا في انتخابات 7/7/2012، والمادة الثامنة، إلغاء المادة الثامنة وتعديل مسألة مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة. مفهوم. هناك شبه توافق حول هذه المسألة، يعني تتبقى بعض التفاصيل محل جدل شد وجذب، ولكن في النهاية يبدو لي أن هناك قبول من الأطراف الفاعلة الرئيسية في المعادلة السياسية الليبية. شكرا لك، كنت معي عبر الهاتف الكاتب والإعلامي السيد محمد السلاك. نبقى مع الملف الليبي ولكن على الصعيد الميداني، حيث أصيب 3 أشخاص في انفجار عبوات ناسفة استهدفت مطابع مصلحة الجوازات في بنغازي شرقي ليبيا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث بعد. مشاهدينا، هذه النشاة متواصلة معكم وتتابعون معنا بعد قليل. في تصعيد للأزمة مع الحكومة العراقية، برلمان كردستان يوافق على إجراء الاستفتاء بشأن انفصال الإقليم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، ونوالي تقديم الأخبار، حيث اختتمت الجولة 6 من محادثات أستانا بالاتفاق على إنشاء مناطق جديدة لخفض التصعيد في سوريا والتوصية بالعمل على دفع الحوار والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. كما اتفقت الأطراف المشاركة على أن تنعقد الجولة المقبلة من المحادثات أواخر أكتوبر المقبل. بعد يومين من المحادثات في كازاخستان، اختتمت الجولة 6 من محادثات أستانا حول سوريا. محادثات هذه الجولة انتهت بالاتفاق على إقامة مناطق عدم تصعيد في سوريا لمدة 6 أشهر، وذكر بيان مشترك في أستانا أن المناطق تشمل بشكل كامل أو جزئي كل من الغوطة الشرقية ومحافظات إدلب وحمص واللاذقية وحلب وحماة.
وأشار البيان إلى أنه سيتم نشر قوة مراقبين من روسيا وإيران وتركيا لضمان الأمن في هذه المناطق ومنع الاشتباكات بين القوات السورية والمعارضة. رئيس وفد الحكومة السورية في مفاوضات أستانا بشار الجعفري قال إن حكومته ستتابع على مدار الساعة تنفيذ ما توصل إليه بيان أستانا، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي تم بشأن مناطق خفض التصعيد إجراء مؤقت لمدة 6 أشهر يمدد تلقائيا إذا وافقت عليه جميع الأطراف. كيف يمكن للحكومة التركية، كيف ما هي الضمانات بالنسبة للحكومة التركية؟ الضمانات يجب أن يتابعها الضامنان الآخران الأخريان روسيا وإيران، هذان الضامنان هما اللذان سيسألان الجانب التركي عن مستوى الالتزام وتطبيق هذا الالتزام بموجب البيان الختامي. بيان أستانا أكد كذلك أن إنشاء مناطق خفض التصعيد لا يقوض تحت أي ظرف سيادة الدولة السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وهو ما شدد عليه الجعفري حين أكد أنه لن تكون هناك قواعد عسكرية أجنبية في سوريا دون موافقة حكومة دمشق. أننا في سوريا كحكومة شرعية نعتبر وجود أي قوات عسكرية أجنبية فوق الأرض السورية غير شرعي، أن أي تواجد عسكري سواء كان أمريكيا أو تركيا أو بريطانيا أو فرنسيا أو أي قوة عسكرية أخرى قادمة من كوكب الزهرة أو جوبيتر أو زحل قوات غير شرعية بموجب القانون الدولي. في الوقت نفسه دعا المجتمعون في أستانا الأطراف المتصارعة في سوريا والمجتمع الدولي إلى استخدام الظروف المواتية لتكثيف الجهود وإعطاء زخم للحوار والنهوض بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، فضلا عن ضرورة الاستفادة من مناطق خفض التصعيد من أجل وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون معوقات. أوضح مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة في جنيف سفير عمرو رمضان أن إجراءات الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب مع قطر جاءت ردا على دعمها للإرهاب، ونفى السفير المزاعم القطرية بشأن تعرضها للحصار مؤكدا حق سيادة الدول الأربع في حماية أمنها القومي مما تتعرض له جراء الممارسات القطرية. كما أكد المندوب المصري أن دعم قطر للتنظيمات الإرهابية وأعضائها يأتي بالمخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يجرم الدعم السياسي والمالي واللوجستي للتنظيمات الإرهابية.
للمزيد في هذا الشأن معنا هاتفيا من جنيف سيادة السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة في جنيف. سيادة السفير أهلا بك. يعني مزاعم وفد قطر في مجلس حقوق الإنسان بتعرضها لحصار من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، هذا ما أنتم قمتم بنفيه، كيف جاءت ردود الأفعال الدولية تجاه ذلك؟ مساء الخير. أولا هو الحقيقة قطر بتحاول أن تستخدم أو توظف المنظمات الدولية وعضويتها فيها أنها تثير موضوع المقاطعة من الدول العربية الأربعة، وأن هذا الموضوع يسبب يعني ضرر كبير للمواطن القطري، بينما هم حديثهم في الداخل على أن هذه الإجراءات لا تأثير لها، وبالعكس يصدرون أرقاما من خلال قناة الجزيرة عن تحسن الاقتصاد وزيادة النمو. فهناك يعني ازدواجية في الخطاب ما بين هل هم متضررون أم هم مستفيدون. على أي حال يطرحون أمور لا تخص الموضوعات محل البحث في الأمم المتحدة أو في المنظمات الدولية، ومن ذلك النقاش الذي كان جاريا بالأمس حول الإجراءات الأحادية القصرية، وحاولوا توصيف أو إظهار إجراءات المقاطعة من الدول العربية الأربعة على أنها تندرج أو ينسحب عليها توصيف إجراءات الأحادية القصرية، وهذا ما يعني رددنا عليه زي ما حضرتك تفضلت في التقديم. طيب سيادة السفير، تحدثتم خلال حلقة نقاشية عقدها مجلس حقوق الإنسان مع عدد من المقررين الخاصين للمجلس حول أثر التدابير الأحادية القصرية، ماذا عن سبل الوصول لإجماع بشأن مواجهة ممارسات النظام القطري ودعمه للإرهاب؟ طبعا عملية الوصول لإجماع دي قد تكون يعني خارج الإطار، لأن الموضوع في النهاية هو موضوع إقليمي ويعني ليس الجميع مهتما به، وعلينا أيضا أن ندرك أن هناك دول تحاول أن تساعد قطر أو تقدم لها نوع من الدعم، ليس بالضرورة بغرض يعني الوقوف جانب قطر بقدر ما هو مضايقة الدول الأربعة. وغير الحقيقة مطلوب يعني احنا لا نرى ان الأمم المتحدة مجال لمناقشة هذا الموضوع، وبالتالي فلا حاجة لا لإجماع ولا لتصويت ولا لاتخاذ أي قرار، يعني هو مجرد أصوات بتطلع وبيتم تفنيد هذه المزاعم يعني في حينه ووفقا للآلية أو وفقا للمحفل الذي تصار فيه. نعم. طيب سيادة السفير، طبعا بالطبع من المعروف قطر تقوم بدعم التنظيمات الإرهابية، يأتي ذلك طبعا بالمخالفة للقانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات أيضا مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، ولكن ماذا عن خطوات الدول المتضررة من هذه التدخلات القطرية بين حين وآخر ودعمها لعمليات وتنظيمات داخل أراضيها مثل ليبيا؟ طبعا الدول الأخرى المتضررة يمكن بالذات بالنسبة لليبيا يمكن دورها لسه غير واضح في هذا الموضوع. زي ما حضرتك تعرفي ان المقاطعة بدأت بعدد أكبر من الدول الأربعة، ولكن الدول الأربعة هي الأكثر ظهورا وأكثر وضوحا في تعاملها المشترك مع هذا الموضوع، وأصبح يعني شكرا لقطر التي جعلت الجميع الآن يبحث في جذور هذا الموضوع ويحاول أن يتفهم ما دوافع الدول الأربعة في اتخاذ ما اتخذته من إجراءات، وده يعني حيوضح الصورة بشكل أوضح، ربما الآخرين لم يكونوا منخرطين بالشكل الكافي في متابعة أو تفهم أبعاد الموضوع. نعم. إذا شكرا جزيلا لك سيادة السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة في جنيف، شكرا لك. ونذهب مباشرة إلى نيويورك وجلسة الأمم المتحدة الطارئة حول كوريا الشمالية. Suggested that we start running like any other families that was around. So we did. And at some point we heard a big noise and I turned around. I remember the only thing I could see coming from our house was smoke. Everything blown up. Gone. So my father suggested that we go to Mali because he had a friend in Mali who could help us. We went to Mali. Sheikh Omar Sissoko, my father's friend, may he rest in peace, was sick and he passed away. His wife accommodated us in her hen house for a few months and told us that we had to leave. So we left
We spent 7 years in Mali living under $1 a day. I missed 7 years of education. 7 years. شارك سياسيون وحقوقيون ودبلوماسيون في وقفة احتجاجية أمام برج إيفيل في باريس رفضا لزيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى العاصمة الفرنسية. وطالب المشاركون في الوقفة الرئيس إيمانويل ماكرون والبرلمان الفرنسي باتخاذ إجراءات صارمة تضمن قطع العلاقات مع النظام القطري وبفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وأمنية على الدوحة حتى ترضخ للمطالب الدولية داعية لوقف دعم وتمويل الإرهاب. وكان من بين المشاركين ممثلون عن الأحزاب السياسية الفرنسية وعدد من المنظمات الفرنسية الحقوقية وعدد من سفراء الدول في باريس، ورفعوا لافتات تندد بأمير قطر والنظام القطري لدعمه وتمويله للإرهاب. وفي جنيف نظم عدد من النشطاء والحقوقيين ندوة حقوقية تحت عنوان قطر دولة قمع وتعذيب. شارك بالندوة عدد من قبيلة المرة الذين تم سحب الجنسية القطرية منهم. يذكر أن أفراد قبيلة المرة شاركوا في كثير من المشاهد التاريخية للدفاع عن قطر وساهموا بفاعلية ببناء الدولة منذ نشأتها، لكن في عام 2004 صدر قرار بإسقاط الجنسية عن عدد كبير جدا من أبناء القبيلة تجاوز 6000 أسرة. وافق برلمان كردستان العراق بالإجماع على إجراء استفتاء حول الانفصال في 25 من سبتمبر الجاري في أول جلسة له منذ عامين. هذا وجدد رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني رفضه تأجيل الاستفتاء كونه وسيلة لتحقيق الانفصال وليس هدفا، ودعا الشعب إلى التوجه نحو الاستفتاء مؤكدا أنه لم يجد البديل عنه حتى اليوم. قتل 3 من تنظيم القاعدة في ضربة بطائرة دون طيار في جنوب اليمن. وقال مسؤول يمني إن الضربة وقعت بإحدى المناطق في محافظة أبين على ساحل بحر العرب، استهدفت دراجة نارية كان يركبها المشتبه بهم. وأبين هي واحدة من محافظات عدة في وسط وجنوب اليمن ينشط فيها تنظيم القاعدة وجماعة أنصار الشريعة التابعة له. تعقد رابطة العالم الإسلامي غدا مؤتمرا في نيويورك بعنوان التواصل الحضاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي، وذلك بحضور ممثلين عن المؤسسات الإسلامية من جميع دول العالم. يناقش المؤتمر الذي يستمر ليومين العلاقة الحضارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين العالم الإسلامي وسبل مقاومة التطرف وتوضيح الصور الحقيقية للإسلام. وإلى الأزمة في شبه الجزيرة الكورية، حيث يعقد مجلس الأمن الدولي الآن اجتماعا طارئا لبحث إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى. والاجتماع يأتي بناء على طلب تقدمت به كل من الولايات المتحدة واليابان. دعا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مفاوضات مباشرة مع كوريا الشمالية لخفض التوتر، وذلك إثر إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا جديدا. وقال الكرملين في بيان إن الرئيسين أكدا خلال اتصال هاتفي بينهما على الوحدة إزاء الطابع غير المقبول للتصعيد في شبه الجزيرة الكورية، مضيفا أنهما اتفقا على ضرورة حل هذا الوضع البالغ التعقيد بالوسائل السياسية والدبلوماسية من خلال استئناف المفاوضات المباشرة. مشاهدينا، إلى هنا تنتهي هذه الخدمة الإخبارية، ونذكركم بأهم ما عرضناه من الأخبار. المبعوث الأممي إلى ليبيا يعلن عن عرض خطة عمل بشأن ليبيا في 20 من سبتمبر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. أستانا 6 يختتم أعماله بالاتفاق على مناطق جديدة لخفض التصعيد في سوريا من بينها إدلب. وداعش يتبنى تفجير مترو لندن وماي ترفع حالة التأهب بالعاصمة البريطانية. إذن انتهت هذه النشرة، موعد أخباري تالي على رأس الساعة.